الاو تي في، صباح الخير لك للمشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم يلي ساستهل مع الاستاذ الجامعي والخبير الدستوري والقانوني عادل يمين اللي معي عبر تقنيه زوم، على ان استقبل بعدها على هذه الطاوله الصحفي حسن الدر. ولكن بدايه، ملف تصدر الواجهه وهو قانون الانتخاب وما تحدث عنه الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب في هذا الشان، كل هذه التفاصيل ساحاول ان نفهم أكثر مع الأستاذ الجامعي عادل يمين. بدلك صباح الخير. صباح النور لإلك أستاذ جوال وللمشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ عادل. بداية، يعني هذا الملف بعرف كثير مهم، جبهة الجنوب وكل ما يحصل والاستحقاق الرئاسي، ولكن يبدو هناك في ارتباط كمان ما بين قانون الانتخاب واستحقاقات الثاني وأبرز الملف الرئاسي. كان لافت في التوقيت حديث رئيس مجلس النواب عن موضوع انتخابات المغتربين وأنه في مادة تحتاج إلى تعديل. اليوم عم بحكي على المادة هي 122. أول شيء، كيف قرأت هذا الكلام؟ وهل هو وتمهيد لإمكان تمديد لمجلس النواب؟ يعني واضح مما أعلنه الرئيس نبيه بري أن هناك مشكلة منتظرة حول قانون الانتخابات النيابية، عندما أثار موضوع المنتشرين والمقاعد التي تحدث عنها ملحوظة في القانون 44/2017 وتحديدا في المادة 112 منه، التي قضت بأن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي 6، تحدد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين موزعين بين ماروني وأرثوذكسي وكاثوليكي وسني وشيعي ودرزي، وبالتساوي بين القارات 6. ومن ثم أتت المادة 122 من القانون عينه لتقضي بأن يضاف 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجرى وفق هذا القانون. وفي الدورة اللاحقة يخفض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب 128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون، وذلك بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. نعم. وكلنا نعلم أن الدورة الأولى حصلت العام 2018، أما الدورة التي تلت فقد علق العمل بالمادة 122 استثنائيا لمرة واحدة بموجب تعديل الذي طال قانون الانتخابات بتاريخ 3/2021. الأمر الذي يقود إلى القول إنه يفترض فيما خص الدورة الانتخابية المقبلة بعد سنتين تقريبا أن يتم إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين وغير المنتشرين. نعم. توزع على القارات 6 وعلى الطوائف 6 الكبرى، وهذا الأمر يفترض أن يتم بموجب قانون، خصوصا أن القانون لم يحدد أن ذلك يعود لمجلس الوزراء. الأمر أيضا الذي يعني أنه في حال لم يتم وضع قانون ليحدد توزيع المقاعد 6 بين الطوائف، بمعنى أي قارة لأي طائفة، سيتعذر إجراء الانتخابات النيابية، لأن المادة سارية المفعول حاليا، وبالتالي يقتضي وضع قانون لاستكمالها. ولكن أستاذ عادل، هنا نتحدث عن تشريع الضرورة، قانون يحتاج إلى تشريع في تعديل في مجلس النواب إذا أنا مش غلطانة. اليوم في البعض بيقول لك في تشريع الضرورة ولا لا، اليوم لا يشرع مجلس النواب. كل ما يتعلق باستمرارية السلطات العامة والمؤسسات العامة يعتبر من قبيل تشريع الضرورة، وبالتالي في مطلق الأحوال سواء كان الأمر يحتاج إلى تعديل لهذه المادة أو بالأحرى استكمال لهذه المادة لتوزيع المقاعد 6 بين القارات 6، أو إذا استلزم الأمر
تعليق العمل بالمادة 112 والمادة 122 من قانون الانتخاب، نعم. أو إذا استلزم الأمر تمديد ولاية المجلس النيابي، فكل هذه الخطوات تحتاج إلى وضع قانون في مجلس النواب. حتى التمديد يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، الأمر الذي يعني أنه لا مفر من اللجوء إلى التشريع سواء لإجراء الانتخابات النيابية أو لتمديد ولاية البرلمان أو لتعديل أو تعليق بعض أحكام قانون 44 على 2017. يعني كما تقول شايف اتجاه فقط لتعديل هذه المادة، ولا تقرأ في هذا الكلام أنه سعي إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب. البعض يقول قد تطال بدل الصوت التفضيلي صوتين تفضيليين، يعني صرنا عم نحكي بقانون يمكن آخر. كلا، لم أقصد ذلك. لا أستطيع أن أنكر أن قانون الانتخابات النيابية رقم 44 على 2017 الذي قربنا كثيرا من المناصفة الحقيقية الفعلية بعد سنوات طوال من الإشحاف بحق المسيحيين في قوانين الانتخابات النيابية المتعاقبة بعد اتفاق الطائف، نجد كثيرا من الأفرقاء لم تهضم فعليا هذا القانون، لأنه أتاح إنتاج نحو 50 مقعدا نيابيا بالقوة الذاتية للمسيحيين، وبالتالي قربنا من المناصفة الفعلية. ولذلك لا أستطيع أن أستبعد أن بعض الإشكالات التي تثار حول هذا القانون، وإن كان يحتاج إلى استكمال بما يتعلق لبعض المنتشرين، قد يكون الهدف منه السعي إلى جر الأفرقاء إما لتمديد ولاية المجلس النيابي تحت عنوان الظروف الأمنية الحاصلة في الجنوب والظروف المالية التي تمر بها الدولة وغياب رئيس الجمهورية، أو أن يكون الهدف الجر الأفرقاء إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخابات النيابية تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما خص المناصفة الفعلية والحقيقية. أستاذ عادل، في تغريدي اليوم صباحا لناجي حايك، أستاذ ناجي حايك، تطال هذا الموضوع، بدي أقري لك إياها. أنا طبعا لا أتبنى أي رأي، ولكن أقرأ وبدي رأيك في هذه التغريدة. يقول: في خضم أحداث الجنوب والخطر المحدق بلبنان، هناك علماني مخادع لا ينام سعيا لإيجاد الفتوى المناسبة لتغيير قانون الانتخابات لجعله نظريا خارج القيد الطائفي، ولكن فعليا بهدف محض طائفي. عندك تعليق؟ طبعا إلغاء الكتة الطائفية في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء أو في أي من المواقع الرئاسية فيما الطائفية تسود بقوة في النفوس والممارسات والسلوكيات وفي الدولة العميقة، يعني هيمنة الأغلبية الطائفية أو التحالف الطائفي الأكبر وتهميش وإلغاء للطوائف الأخرى. إنما إبقاء الكتة الطائفية يهدف إلى الحد من الهيمنة الطائفية، الأمر الذي يقول إلى القول إن الطائفية لا تكمن في الكتة، بل تكمن في ممارسات الهيمنة والإلغاء. لذلك فتشكل الكتة الطائفية ضمانة للحد من مخاطر الهيمنة الطائفية، ولا يمكن إلغاء الكتة الطائفية لا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء ولا في المواقع الرئاسية إلا بعد أن تلغى كل أشكال الطائفية الأخرى في الأحزاب وفي الأحوال الشخصية وفي النفوس وفي النوادي وفي الأحياء وفي الجامعات وفي المدارس وفي السلوكيات والخيارات الانتخابية، وإلا نقع في هيمنة الأغلبية الطائفية، وبالتالي يفقد لبنان ميثاقيته ووجهه المتنوع الحضاري. أستاذ عادل، شايف بالآخر
حنروح إلى تمديد لمجلس النواب سنة سنتين الله أعلم، يعني من بعد ما نحن دايما نبلش نسمع بعض الأصوات بتغيير بتعديل وبالآخر منكون أمام مقدمة لاقتراح بأنه تمديد على قاعدة البلديات ما قدرنا نعملها، الانتخابات كمان، الوضع بجنوب لا يسمح، الحرب حرب استنزاف طويلة، وبالتالي سنكون أمام تمديد لمجلس النواب. إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه من شغور في سلة الرئاسة ومن حرب أو ميني حرب في الجنوب، فذلك قد يقود بحكم رغبة الأفرقاء من تحاشي الدخول في معارك انتخابية لعدة أسباب، أولها انشغال حزب الله وكثير من الأفرقاء في الحرب مع العدو الإسرائيلي في الجنوب. نعم. وثانيا تحاشي الكثير من الأحزاب الدخول في معارك انتخابية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية ومالية قد لا تكون مؤاتية لجذب الناخبين وحشد الأنصار. وثالثا عدم يعني رغبة الحكومة بتحمل أعباء إضافية فيما هي عاجزة عن مواجهة الأعباء الأصلا قائمة، ورغبة الكثير من الكتل النيابية بالإبقاء الوضع على ما هو عليه تحاشيا لاحتمالات خسارة وتجنبا لشبك التحالفات لا تبدو واضحة لغاية الآن. لذلك لا أستبعد أن تلتقي مصالح العديد من الكتل النيابية باتجاه إقرار التمديد إذا ما استمرت المعادلات والظروف على ما هي عليه اليوم. استاذ عادل، ساعتها ماذا عن الملف الرئاسي؟ يعني اليوم عم شوف حراك للخماسية، يعني ولو البعض يقول لي تمرير الوقت، ولكن هناك حراك، البعض الثاني بيقول لك لا في حراك جدي جدا، ولكن ماذا عن ملف الرئاسة؟ طار الملف الرئاسة إلى ما بعد انتهاء حرب الاستنزاف برأيك؟ يعني هي الرئاسة كانت معطلة قبل غزة وهلأ بعدها معطلة بعد غزة، لبل ازدادت تعقيدا، لأنه واقع المجلس النيابي والخريطة السياسية داخل البرلمان مبعثرة تماما، والكتل النيابية مشتتة لبل تزداد تبعثرا، ولا يملك أي تحالف نيابي أغلبية 86 لتأمين النصاب الدستوري والقانوني لعقد الجلسة لانتخاب الرئيس، ولا يملك حتى ولو عقد النصاب أي تحالف نيابي أغلبية 65 للفوز بدورة الاقتراع الثانية أو الثالثة. الأمر الذي يعني في ظل خريطة المجلس النيابي الحالي أنه إذا لم يحصل تشاور أو حوار بين الأفرقاء تحت أي مسمى كان للتوصل إما إلى مرشح توافقي، وإما في حال تعذر التوصل إلى مرشح توافقي إلى آلية تضمن توفير نصاب 86 لحضور جميع جلسات ودورات الاقتراع، فذلك يعني أنه من المستحيل التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية. ولغاية الآن لا يبدو بالنظر إلى المعطيات الدولية والإقليمية والمحلية أن هناك إرادة حقيقية لتوفير مرشح توافقي واستطرادا لتوفير آلية تضمن النصاب لانتقاد الجلسات. قبل ما ننتقل لملف ثاني مهم جدا هو توقيف لغاية اليوم للأسف، بدي كمل معك برئاسة بسؤال واحد، ولكن إشارة إلى أن يبدو هناك جلسة لمجلس الوزراء اليوم الساعة 2:30، والمهم عليها إعادة طرح قرار تسجيل السوريين الطلاب يلي حتى ما بيملكوا أوراق قانونية لهذا البند اللي أثار بلبلة واعترض عليه قسم كبير من الفرقاء وفي مقدمون التيار الوطني الحر، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، باعتبار أنه يهدد الكيان للبنان ويخدم مشروع التوطين. وكان وزير السياحة وليد نصار
شارك في هذه الجلسة كان طلع بيان وتمنى وطالب بإدراج وإعادة إدراج هذا البيان على جدول أعمال الجلسة المقبلة، لأنه يبدو بالقبل بحث من خارج الجدول ولم يتسنى للوزراء إبداء رأي فيه، وبالتالي اليوم رئيس مئاتي حطه على جدول الجلسة بانتظار ما قد يحصل في هذه الجلسة. استاذ عادل، وقبل ما أسألك عن هذا الموضوع لأنه أساسي جدا، ولكن شايف بالآخر بالملف الاستحقاق الرئاسي سنكون أمام خيار اسم ثالث وسطي من خارج كل الأسماء المطروحة لرئيس تيار المرد سليمان فرنجي ولا حتى قائد الجيش جوزيف عون؟ يعني لحد هلا ما في شيء واضح استاذ جوال ابدا، بس بالمنطق المنطق يقول بانه مرد لغايه اليوم حوالي نصف ولايه البرلمان، يعني حوالي سنتين من الشغور الرئاسي، والاسماء اللي تفضلت فيها وغيرها من الاسماء المطروحه لم تتمكن من الفوز، ودعادت عده جلسات انتخاب ولم يتمكن اي من الاسماء المطروحه من بلوغ الرئاسه، فهذا يعني انه لابد من البحث عن اسماء جديده تشكل تقاطعا او نقطه وصل بين كتل نيابيه، اما بالاجماع او بما يشبه الاجماع بما يعني يتخطى الثلثين. بدك تأبني الثلثين، هاي الأسماء اللي تفضلتي فيها مع الاحترام الكلي لها مرق سنتين وما أمنت الثلثين لتعقد جلسة ويبقوا بالجلسة، ما بيكفي تنعقد دورة اقتراع واحدة، يعني يستمروا بالبقاء بالجلسة حتى تنعقد دورة اقتراع ثانية وثالثة حتى الفوز. فما دام إنه هيدي الأسماء قطعت نصف ولاية البرلمان من دون أن تتمكن من تأمين نصاب الثلثين والفوز بالرئاسة، فيجب البحث عن أسماء أخرى تشكل نقطة تقاطع بين الكل النيابية، إما بكليتها أو بعدد من الكتل يوفر على الأقل الثلثين ليضمن فوز الاسم. وبعتقد المطلوب اسم يكون قادر محط ثقة عند الجميع وما يشكل استفزاز أو نأزة عند حدا، وبذات الوقت يكون أمن لإله التغطية المسيحية من جهة والتغطية الإسلامية من جهة ثانية، لأنه لبنان بنظام ميثاقي وتشاركي وتوافقي، الأمر الذي يعني أنه رئيس الجمهورية لابد أن يكون وطبقا للمادة 49 من الدستور رمزا لوحدة الوطن، وحتى رمزا لوحدة الوطن يجب أن يكون جامعا، أن يكون محط إجماع ليعبر عن هذه الصفة تماما، وهو أيضا بحكم المادة 49 رئيس للجمهورية ورئيس للدولة، وذلك يوجب أن يكون الرئيس محط إجماع، كما أنه حتى يستطيع أن ينهض بولايته بالصلاحيات المتبقية لديه يجب أن يكون منطلقا من إجماع أو شبه إجماع، ولا يستطيع أن يكون رئيسا خلافيا لأنه لا يستطيع أن يحكم بمفرده اليوم إلى تآلف الأفرقاء إلى جنبه، سواء في تأليف الحكومة أو في محضها الثقة أو في كل محطات ولايته. نعم، المحامي اليوم والأستاذ الجامعي عادل يمين، هل في انقسام حول الحوار؟ هل يجب على الرئيس بري أن يدعو لحوار؟ نحن بنعرف بلبنان كله قائم على الحوار، ولو أنه لا شيء في الدستور يقول ذلك، وفي قسم ثاني بيقول لك طب الرئيس بري منه مجبر يفتح مجلس النواب أو يدعي لجلسة، منه مجبور، ما في شيء بيجبره. اليوم نظرتك القانونية ماذا تقول؟ لا، الرئيس بري من واجبه طبعا يدعي لجلسات انتخابية متتالية، لأن واجبه كرئيس للمجلس النيابي يسعى لينعقد المجلس النيابي بشكل متتالي لملء الفراغ في سدة الرئاسة، لأنه اختصاص البرلمان أن ينتخب رئيس للجمهورية، والقاعدة أنه يجب الانتخاب فورا، والأحكام الدستور واضحة في الدعوة إلى إجراء الانتخاب الفوري، فمن واجب الرئيس نبيه بري أن يدعو إلى جلسات، ولكن المشكلة أنه إذا دعي لجلسات وسبق ودعي لجلسات وما تأمن النصاب ما بتكون الدعوة كافية، هيدا ما بيعني أنه مش لازم يدعي،
ان تم النصاب او ما اكتمل النصاب، من واجب رئيس المجلس النيابي ان يدعو يوميا الى جلسات لانتخاب رئيس الجمهوريه. ولكن استطرد واقول لا يكفي ان يدعو الرئيس نبيه بري لجلسات انتخابيه حتى يتم انجاز الاستحقاق الرئاسي، لانه في احتمال وهذا ثابت ان يقاطع قسم من النواب فينفرط نصاب الجلسه ولا تنعقد. نعم. لذلك من المفيد ان يحصل حوار يؤمن اما اتفاق على اسم مرشح توافقي ينتخبه البرلمان، او يتم التوافق على آلية تضمن عدم تعطيل النصاب. لذلك أعتقد أن ما طرحه الرئيس نبيه بري مؤخرا مبادرة جيدة جدا، ويجب التجاوب معها، لأنه اقترح أن يتم إجراء حوار لمدة 5 أيام فقط، ومن صحيح. بعدها سواء نجح الحوار أو فشل يدعو إلى جلسة بدورات متلاحقة، بمعنى جلسة مفتوحة بمحضر مفتوح بدورات اقتراع متتالية، ويضمن مع كتلته تأمين نصاب الثلثين. وهذا أمر مفيد جدا ولا يخالف الدستور، لأن الدستور لا يمنع إجراء الحوار ولا يشكل عرفا، مرة واحدة ومرتين ما بيعملوا عرف نظرا للظروف التي يمر فيها البلاد. بدي اطلب منك تبقى معي، لان معلش بعد عندي سؤالين اساسيين يتعلقان بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، وايضا موضوع النازحين السوريين الطلاب، ولكن بدي اطلع فاصل واكمل معك دكتور عادل يمين. عودة لحوار اليوم، نكمل الملفات مع الأستاذ الجامعي والمحامي عادل يمين. برجع برحب فيك عبر هوا الأو تي في. أستاذ عادل، كنا عم نكمل بالملف الرئاسي، ولكن في كمان ملف اليوم سيتصدر، وهو مسألة تسجيل السماح للطلاب النازحين السوريين يتسجلوا بالمعاهد والمدارس حتى ولو لم يملكوا أوراق قانونية. وهذا الموضوع أخذ بلبلة كتير كبيرة، لأنه يخدم بحسب البعض مشروع التوطين. بدي قراءتك لهذا القرار، هل يمكن كمان العدول عنه أو التراجع عن هكذا قرار من بعد ما كان صدر؟ يعني في الحقيقة هذا قرار مستغرب جدا أنه يكون صادر عن مرجع رسمي، لأنه عم بيشرع ويتعامل مع وضع مخالف للقانون. يعني كيف انه بيصدر قرار رسمي بالتعامل مع شخص واعطائه افادات هو موجود بطريقه غير شرعيه في لبنان، ويجب بحسب القوانين اللبنانيه ان يرحل اي اجنبي موجود على الاراضي اللبنانيه ولا يملك جواز اقامه او اجازه عمل واقامه، يجب ان يتم ترحيله عن الأرض اللبنانية. ولبنان ليس بلد لجوء، لبنان لم ينضم إلى معاهدات اللجوء، فقط في تفاهمات حصلت بين الأمن العام اللبناني ومفوضية الأمم المتحدة على مدة قصيرة لبعض الأسماء، يكون لبنان معبر فقط لبعض أسماء السوريين ليتأمن لهم بلد ثالث يلجأوا له، وهي المهلة انقضت. وهيدا بيتعلق ببعض الأسماء المحدودة اللي عندها مشكلة أمنية ومعرضة للملاحقة أو للاضطهاد بسوريا. أما الآخرون جميعا اللي ما عنده إجازة عمل وجواز إقامة فهو موجود بطريقة غير شرعية، وبحسب القانون اللبناني يجب أن يرحل. كيف بيطلع عن مرجع رسمي قرار بأنه بينعطى له إفادات وبأنه بيتسجل بمدرسة رسمية تابعة للدولة اللبنانية وهو أصلا وجوده غير قانوني؟ يعني جزء من الدولة عم بيقول أنه منقبل نسجل طلاب ونعطيهم شهادات من الدولة اللبنانية أو إفادات من الدولة اللبنانية وهن موجودين بطريقة غير شرعية. يعني جزء من الدولة عم بيسلم بوجود غير شرعي،
وعم بيتعامل مع هذا الوجود على اساس سيكون هناك برايك رجوع عن هذا القرار؟ رغم من انه هذا الوجود بخالف القانون، هيدا قرار غير قانوني وكمان غير دستوري لانه بينطوي على توطين مقنع. نعم. في حين ان مقدمه الدستور تنص لا توطين لا تجزئه لا تقسيم. نعم. فضلا عن انه اللبنانيين ما بقى بيقدروا يتحملوا اعباء الوجود السوري غير الشرعي، منهم لاجئين، هيدا وجود على امل غير ان يصحح شرعي. هذا القرار في جلسه اليوم. بدي ختاما بالختام، كيف تتوقع سريعا لانه نظرا لضيق الوقت ان تنتهي قضيه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه؟ يعني من الصعب التوقع، ولكن ما بعتقد انه نحن بلبنان تحولنا بلحظه لدوله قانون ومؤسسات ونقدر نصدق انه بلحظه حدا كان عنده كل اشكال الحمايات وكان في استعصاء على ملاحقته هيك بسحري ساحر الامور ستتجه بشكل عفوي وطبيعي نحو يعني نتائج شفافة. آمل ذلك وآمل مع كل اللبنانيين أن يكون ما حصل بداية مساءلة ومحاسبة تطال رياض سلامة وتطال الجميع، وأن تكون مناسبة أيضا ليقول رياض سلامة كامل الحقيقة وليفضح الجميع، وأن يتحمل هو إذا كان مرتكبا مسؤولية أعماله وأن يتحمل الآخرون أيضا. نعم. مسؤولية أعمالهم. آن الأوان لمحاكمة عادلة ولتحقيق شفاف ولمساءلة محاسبة لكل اللي تولوا المال العام من عشرات السنوات لغاية اليوم، ومن حق المودعين اللبنانيين والعرب والأجانب أنه تنكشف لهم كامل الحقيقة اللي أدت إلى ضياع أموالهم على أمل أن تكشف. 42 مليون دولار موضوع. نعم. الدعوة الحالية، وبنتأمل أنه القضاء ينهض ويقوم بواجباته وما يقف أمام أي تعثر أو أمام أي عقبة، لأن من حق اللبنانيين الحقيقة الكاملة والعدالة على أمل. بدي أشكرك، شكرا على كل هذا الشرح المسهب. أكيد يجب أن يكون لك كمان لقاء هنا على طاولة حوار اليوم معك أستاذ عادل. شكرا على هذه المداخلة. شكرا، أهلا وسهلا فيك دايما عبر هوا الأو تي في. بدي رحب بالصحافي حسن الدور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو بدي أقول لك؟ بقالك من التوقيت. أنا بدي أوجه أول شيء شكرا وعذرا على التأخر. أهلا وسهلا. بس في على الطريق في حدا قرر يحفر الطريق هلا ويوقف آلاف من الناس بالطابور. المسافة كلها بتطلع أقل من كيلومتر، ساعة واقفين بالشارع. ناشد الوزير الأشغال. بس مش رح ناشد حدا لأنه ناشد هذا الشعب، لو إنه وأنا واحد منهم، لو عنا نحن تعودنا على هيك، كان لازم ننزل ياكل قتل المهندس واللي واقفين معه وننفتح الطريق، لأنه خلص الناس تعودت على كل شيء غلط. مع الأسف. جد للأسف يعني. قد ما عندي ملفات مش عم بعرف أي ملف الأبدال نظرا لضيق الوقت، خليني أبدأ بزيارة هوكستين امبارح لإسرائيل. وما أبلغ هوكستين للمسؤولين أنه أي حرب لن تكون مجدية، لن تعيد الأسرى، ستكون بالعكس ضارة على إسرائيل. وبالمقابل سمعنا تهديدات وردد الإسرائيلي أنه نحن ما بقى عنا إلا عملية عسكرية لإعادة سكان إلى الشمال مستوطنين. هل هذا أستاذ حسن الدور هذا التهويل أو تفاوض بالنار أو لا؟ نحن أمام يعني تهديد قد يترجم على أرض الواقع بتوسع هذه الحرب. يعني ملفت، عم نحكي عن هوكشتاين اللي هو الممثل الشخصي أو الموفد الشخصي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، طلع الكلام بالإعلام العبري على الأقل وليس بالإعلام اللبناني، أنه قال الحقيقة التي تقولها المقاومة والمؤيدين للمقاومة في لبنان، أنه هذه الحرب مع لبنان ليست نزهة وليست لعبة وليست مزحة وليست مضمونة النتائج، وقد تضاعف المشكلة التي من أجلها يدعي نتنياهو ومن معه أنه بده يعمل حرب من أجل إعادة سكان الشمال. قال له أنه، وحتى اليوم بإحدى الصحف أنه سأله هوكشتاين وكله نقل عن الإعلام العبري. نعم. انه اذا بغزه صار لك سنه وما خلصت تحقيق اهداف، بلبنان ايش بدك؟
وبعدين إذا كان الهدف فعلا عودة السكان، عودة المستوطنين إلى الشمال بهذه الطريقة بتوسيع الحرب يعود المستوطنون، هل هذا تهويل إسرائيلي؟ هل إسرائيل ما ممكن تعمل مخاطرة؟ أنا مش عم أقول هيك، ولكن يبدو في حسابات داخلية لدى بنيامين نتنياهو. هذا السقف العالي الذي رفعه من أجل تمهيد الأرضية لتغيير يوآف جالنت، وساعتها بكون وإدخال جدعون ساعر اسمه، وساعتها بتكون الحكومة كلها طوع يمينه، كلهم متطرفون على كلهم مثل بعضهم بالآخر، ولكن بالسياسة الداخلية بيضمن أنه كل الأمور تكون كما يريد هو، ويبطل جالنت عنده هذا التمايز، واللي هو بيقدر يأثر على الأرض، وهو بحزب الليكود وله حيثية، والكل كان يقول أنه نتنياهو إذا انتهت الحرب وذهب إلى محاكمة وما إلى ذلك، فواحد من المحتملين لخلافته هو يوآف جالنت. واحد. اثنين، هذا الضغط الذي مارسه الإسرائيليون أمس، والإعلام، وشفنا التصريحات وهيئة البث وكل القنوات الإسرائيلية والصحف أيضا كانت عم تشارك أنه خلص الليلة سيتخذ القرار بتوسيع الحرب والذهاب إلى حرب مفتوحة. كان ضغط برأيي على هوكشتاين من أجل، على الأمريكيين يعني، من أجل أن يضغطوا بطريقة مختلفة على المقاومة في لبنان، من أجل إنجاز اتفاق، من أجل فصل جبهة جنوب لبنان عن جبهة غزة والذهاب إلى اتفاق. أما أن يذهب بحساباته إلى الحرب مع لبنان بحرب مفتوحة عم نحكي، فهذه لها حسابات معقدة وحسابات صعبة يعلمها الأمريكي وأيضا يعلمها الإسرائيلي. وبالمناسبة أنه هن عم بيقولوا بده يدخلوا بريا، يعني في احتمال تحذروا من عملية برية أو بده يروح على عملية شاملة تشبه 82. يعني هذه حكمة رح توصل لانفجار المنطقة كلها، اندلاع جبهة بكل المنطقة، حرب شاملة في المنطقة ككل، وهل عم بيحذر منه الأمريكي؟ وأيضا الصاروخ اليمني الفرد صوتي كان علامة بهذه المسألة إذا ذهب بهذا الاتجاه. عالين اليمني الحوثيين نحن مستعدين نرسل آلاف المقاتلين بطبيعة الحال، وعشرات الصواريخ إذا مش أكثر. والاحتمال الثاني أنه يعمل عملية جوية كبيرة مثلا، ويعمل خرق ما بسموه قريدور بمكان ما بخاصرة رخوة ما، ولكن هو يقاتل مقاومة خبرته وخبرها وأعدت له كما أعد لها. فكان السيد حسن بيقول بتوسعوا من وسع، بتعلوا من علي، وهلأ أكيد رح يقولوا بتفوتوا من فوت. فمن قال أنه إذا دخلت إسرائيل من مكان لن تدخل المقاومة من مكان آخر إلى الجليل؟ هذه المسألة هل أدي صعبة؟ هل أدي معقدة؟ هل أدي حساسة؟ وهل أدي المقاومة في لبنان قوية جاهزة وقادرة على منع أي مخاطرة أو حماقة يمكن أن يرتكبها الإسرائيلي؟ عشان ما حدا يفكر، نحن واقعيين وإجرينا على الأرض. إسرائيل تستطيع أن تدمر لبنان، ولكن لن تستطيع أن تحقق أي هدف من أهدافها بالقوة، اللي هو إعادة، اللي برجع بقول أهدافهم هن اللي عم يقولون إعادة المستوطنين. كيف بدهم يرجعوا فإذن المستوطنين؟ خليني أقول إذا مش بالقوة، بوقف الحرب في غزة وتطبيق 17-01 في لبنان. بس نحن قريبون من تطبيق 17-01 ووقف الحرب على غزة؟ لا يبدو ذلك. نتنياهو رايح إلى، على الأقل حسب التقديرات، إلى آخر يعني الانتخابات الأمريكية وما ستفرزه هذه الانتخابات. وبكل الأحوال إذا كانت هاريس في حسابات، إذا كانت رئيس، وإذا كان ترامب في حسابات أخرى، ولكن أقرب الأجلين، دائما عم بقول هيك، أقرب الممكن، أقرب موعد لانتهاء الحرب احتمال أنه يكون بعد انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، علما أنه كمان في قراءة بتقول، وأنا أستبعدها ولكن موجودة، أنه إذا الإسرائيلي ذهب إلى تصعيد كبير في الجنوب وعملية جوية وبرية محدودة، بيكون هدفها التسريع بالحل. يعني هذا اللي اسمه التفاوض بالنار، اللي صار امبارح مش تفاوض بالنار، هذا تهديد وتهويل. أوكي. ولكن أن يبدأ عملية حتى يتدخل العالم ويوقفها ويروح على اتفاق تحت النار أو على تفاوض تحت النار، فهذا احتمال أن نتنياهو بده يدفع بالنار من أجل أن يوقف الحرب. بس أنت شو شايف هلأ على جبهة الجنوب؟ يعني نحن التهديدات الإسرائيلية تدعى بضغط ضغوطات، ولا سيما على الأمريكان، ولن تنفذ على أرض الواقع. قراءتك التحليلية، ما حدا بيضمن شيء مع العدو الإسرائيلي، ولكن قراءة. قراءتي التصريحات والتهديدات والتهويل جزء من الحرب. نعم. له أهداف. بالأساس هي رسالة موجهة للأمريكيين من أجل مزيد من الضغط على لبنان والمقاومة في لبنان، وأيضا لحرب نفسية على جمهور المقاومة في لبنان،
وهذا بث الرعب والخوف والهلع وما إلى ذلك. وبالقراءة قلت لي أنا أتوقع مثل ما توقعت معك هون من أمتى آخر مرة؟ من شهر أكثر من شهر تقريبا. قلت لك ما في اتفاق بغزة ورايحين على تصعيد في لبنان. أنا أتوقع نعم مزيد من التصعيد في لبنان. هذه أسابيع صعبة جدا. رح نشوف عمليات مكثفة إسرائيلية، أحزمة نارية بالأودية مثل صار بعملية اللي سموها هي الضربة الاستباقية، واللي وما تلاها توسيع دائرة النار بشكل معين، زيادة عدد النازحين للضغط على المقاومة. كل هذا قائم، ولكن أستبعد أن تذهب إسرائيل إلى حرب مفتوحة مع لبنان. خليني أطلع فاصل، مضطر أطلع فاصل ومن بعد أكمل معك النقاش في هذه الحلقة من حوار اليوم. عودة لحوار اليوم بالقسم الأخير، أكمل أنا وياك المحلل السياسي والصحفي حسن دور. برجع برحب فيك. أسرع مقابل. إيه؟ أسرع مقابل. ذنبك. لا ذنب اللي عفر الطريق. خلينا نكمل بموضوع جبهة الجنوب. في حكي بهوكشتاين ماذا يحمل على 17/01؟ أول شيء في زيارة ولا لا للبنان؟ ما حدد موعد من حدا لهلا. ما في أي جديد يحمله، فإذا هوكشتاين لا. آخر مرة إجا آخر زيارة كانت خارج السياق أصلا. قبل آخر زيارة كان واضح ما يريده لبنان، هو مقتنع أنه لن تقف الجبهة في لبنان إلا بعد وقف الحرب في غزة، فما في داعي ليجي على لبنان. موقف لبنان واضح ومبلغ به هوكشتاين ويعلمه جيدا، واللي راح قالوا أنه إسرائيل امبارح هن اللي بيسمعهم بلبنان واللي بيعرفهم. في خشية من إقامة سعي لإقامة منطقة عازلة جنوب الليطاني؟ فشلوا. مثل ما الرئيس برنبرغ عم بقول لك فشلوا، مثل ما الرئيس برنبرغ. ايه بس ما في خشية من هيدا الموضوع؟ خشية من شو؟ إقامة يعني إذا منطقة عازلة. كيف تقيم إسرائيل اليوم بدها ترجع لما قبل ال 2000؟ حتى الرئيس عون أبدأ خشية من هذا الموضوع بكلامه لصحيفة الأخبار. إسرائيل إذا تستطيع بتاخذ لبنان كله بتعمل مستوطنات. ولكن اللي قاله الرئيس برنبرغ عندما سئل عن هذا الموضوع قال هذه العبارة فشروا لأنه لا عودة إلى الوراء. اليوم دخلك لما يطلع بنيامين نتنياهو وجالانت وقائد الجبهة الشمالية عندهم ويقول بده يغير الواقع في الشمال، شو يعني؟ يعني الواقع لصالحه؟ قائد الجبهة الشمالية قال لي إنشاء منطقة عازلة تمام. في الجنوب. نعم، هذا لما يقولوا بهذا الكلام الواقع، إذا الواقع لصالحهم بيغيروا؟ هذا أيضا إجابة لكل اللبنانيين، لكل بيقولوا ماذا فعلت جبهة الإسنان وماذا يفعل حزب الله وماذا تفعل المقاومة. هذه إسرائيل بهذا الوقت عم تعمل كل هذه التقييمات وكل هذه الاجتماعات وعم تستدعي كل حلفاء أو تستشيرون من أجل تغيير الأمر الواقع في الشمال، دليل على أنه الأمر الواقع في الشمال لصالح المقاومة وليس لصالح إسرائيل. عم بحكي بالمعنى العسكري. بس كيف لصالح أما على أرض الواقع؟ كيف لصالح المقاومة؟ شو أفادت جبهة الإسنان في الداخل اللبناني؟ أفادت أنه منعت هذا الخطر الإسرائيلي. لهن قالوا سيأتون إلى لبنان، ولهن اللي عم بيقولوا بدي أعمل منطقة عازلة. هذه أحلامهم وأمانيهم، ولكن لن تتحقق لأنه في مقاومة مش بس نظريا منعتهم. لو ما تكون هذه الجبهة كان نظريا بدي أعمل حسابات، ولكن عمليا على الأرض من 11 رح يصير لنا سنة إسرائيل عاجزة عن تغيير الواقع ميدانيا على الأرض. هذه الإسرائيلية بخليها تحسب ألف حساب، وهذا اللي قالوا جالنت من كم أسبوع أنه أنا ب 11/20 كنت بدي اجتياح لبنان، ولكن اليوم أقول هذه مخاطرة. ليش عم بقول هلأ هيك بوقتها؟ يعني من أسابيع، لأنه بعد التهديد وكنا أمام توسع الحرب ودمار أكثر وأكثر في لبنان، يطال بنى تحتية، يطال ما بعرف شو، بده يكون بالمقابل إسرائيل ستواجه نفس المصير ودمار كبير في مدنها الأساسية والداخلية وفي قلبه وسط تل أبيب وفلسطين المحتلة، وليس مستبعدا مثل ما إذا دخلوا برا بإحدى النقاط. أنا كمان حتى أقول مش عم بقول أصلا، لما إجا خليل الحية عند السيد حسن نصر الله من فترة، كان السيد حسن نصر الله قال إنه ليس وظيفة المقاومة صد احتلال، وظيفتها منع الاحتلال من أن يستقر وأن يقيم في تلك الأرض. فأنا عم بقول هذا وارد، ما أنا قلت لك قبل شوي، تستطيع إسرائيل أن تدمر وأن تقتل وأن وأن وأن. الذي يمنعها لا أخلاقها
لأنه ما عنده أخلاق، ولا أخلاق أمريكا كمان ما عنده أخلاق بالنسبة لإسرائيل، ولا الغرب كله، ولا كل الساكتين. الذي يمنعها تعرف أنه ما ستفعله في لبنان سيفعل به بها مثله في فلسطين المحتلة. ما عاد في نقاش كثير بهذا الموضوع مع انه يحمل الكثير من النقاش. بدي ادخل معك على الموضوع الرئاسي وانتقل الى قانون انتخاب وملف حكم مصرف لبنان. رئاسيا شفنا حراك الخماسية، شفنا سفير السعودي زار اول شيء عين التينه امبارح بالدمان، صار في لقاء للخماسية بقصر الصنوبر. صحح لي هذه المعلومات، لم ينتج شيء عن هذا اللقاء بانتظار يقال مجيء لودريان. اول شيء، هل من اجواء توحي بأنه لودريان فعلا آتي إلى لبنان، وهل من مبادرة ما أو خرق ما يعول عليه في الخارج رئاسيا في لبنان؟ قيل أنه زيارة لودريان القادمة 23 أو 24 الشهر الحالي هي الطلقة الأخيرة، أنه عمل آخر مشاورات. نعم. والخماسية وآرائهم واضحة، وبلبنان المواقف أيضا واضحة، في إذا بدك ثبات على موقف الرئيس بري وحلفائه بضرورة الحوار أو التشاور من أجل التمهيد لانتخاب رئيس جمهورية. الرئيس بري بيعتبر أن المبادرة اللي قدمها ب 31 آب 2023 ثم طورها للماكسيموم، هذا أكثر وأقصى ما يمكن أن يقوم به، أنه خلال بيقول 4-5 أيام يمكن اليوم بيقول إذا لبت القوات اللبنانية أو باقي الأفرقاء، يعني بس أنه على رأس القوات اللبنانية تعارض التشاور أو الحوار للبنانيين كلهم، خلال 4-5 أيام يمكن أن ينتخب رئيس الجمهورية. يسأل الرئيس المبري من زواره، يقال بأنه هذه اليد الممدودة من دولتك وهذا التساهل من دولتك كأنه تخلي عن سليمان فرنجية أو استعداد للتخلي عنه. يجيب طيب حيرتونا، شو بدكم منا؟ إذا كان كذلك طب تقعوا على الحوار. إذا أنتم معتبرين الدعوة إلى الحوار والتساهل تخلي عن المرشح الذي ندعمه، علما أن الرئيس بري بيقول إلى الآن لم يقل ليس لديه أي مرشح آخر غير سليمان فرنجي. فإذا أنتم عم بتقولوا هذه اليد الممدودة هي استعداد للتخلي عن المرشح، وأنتم بدكم يرى نتخلى عنه وتجيبوا غيره، طب تقعوا على الحوار. طب بس في أجواء هاودي، بس لقلك شغلة، هذا دليل هناك من لا يريد انتخاب رئيس جمهورية في لبنان في هذا الظرف في هذه اللحظة، لأنه يعتبر أنه عارف حتى لي تخوين ومش تخوين، بس هي الحقيقة. الحقيقة تقول بهذا الصراع القائم اليوم يعتبر البعض في لبنان أنه هذا الصراع لن ينتهي إلا بتسوية مش مصلحته، مش خاصه، أنه لمصلحة. إذا خسر حزب الله بالنسبة له، إذا خسر حزب الله مصلحته مصلحة إسرائيل. لا شو لكان؟ لا، اذا خسر حزب الله مصلحة مين؟ ما في يقول هيك. اذا خسر حزب الله مصلحة مين؟ مش يعني سؤال، اذا خسر حزب الله مصلحة مين؟ بس لحظة، جاوبيني اسرائيل. بس مش يعني هذا الطرف دغري يخون تقاطع. انه يعني لا انه بده مصلحة اسرائيل. انا قلت يعتبرون انه هذه الفرصة النهائية والوحيدة لاضعاف الفريق الثنائي في لبنان ان يتلقى هزيمة من اسرائيل. مزبوط؟ متفقين لهون؟ عظيم. أوكي. على الهامش فهن وإسرائيل متفقين على الأهداف؟ لا. أو متقاطعين على الأهداف؟ لا، هن ما بدهم أنه أن يفرض عليهم مرشح. اللي بده يقول له تعال على الحوار كنا بنفرض عليه؟ أنه ما عرف شو نتيجة الحوار. ليه؟ ما عندهم القدرة هن أنه ما بيصيرش يروح على الحوار، ما عنده حجة ودليل يدافع عن موقفه؟ لا بس يعني هني بس يروح على الحوار رئيس بري حامل مسدس عظيم بده يفرض عليهم رايه؟ بيروحوا على الحوار بس ما ضروري طاوله ومرؤوس ورئيس. ليه بدنا نروح على طاوله مستديره؟ ليه ما بنعمل مشاورات مثل مشاورات التكليف لرئاسه الحكومه، مثل مشاورات عالي روحوا عند الرئيس بري يعطوا رايه. رئيس مجلس مين بده يعمل المشاورات؟ رئيس المجلس؟ لا، ببعضهم الكتال يتفقوا على شو؟ مين بده يجوجل هذه الاراء؟ مين بده يعرضها على مين؟ لا. هذا كلام عفوا مش لك انت عم تنقل لي، بس هذا الكلام فارغ. نحن بهالازمه واضح، نحن بهذا الظرف اللي عم تتغير في منطقه وعالم. وهن عفوا لودريان من فتره قال لبنان مهدد بالزوال النظام السياسي، بيجي انا بناقش اذا طاوله مستديره او مستطيله او في رئيس او ما في رئيس للطاوله، في شيء حوار ما له مدير للحوار؟
بس انت عم تقول لك يجي بتشاوروا مع معفن شوي. لا انا بنمشي معك للاخر. لا بس مقتنع انه عن جد هالحوار رح ينتج يعني انه انا على يقين صرنا سنتين فجاه بنروح على حوار بنعمل لا مش فجاه بنروح على حوار في مش فجاه بنروح لا 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 بمرشح ولا ب 31 اب 2023 ما كان في حرب غزه. وبالست الاشهر اللي قبل حرب غزه كان نفس الكلام يقال، نحن بحاجه نقعد مع بعض نتفق على الخطوط العامه لهذا البلد، على موقع هذا البلد، على دور هذا البلد. وبساعتها والرئيس بري قايلهم، يعني مش عم بنقول الاسرار، عم بيقول ساعتها اذا اتفقنا على هول بصير تفصيل اسم الرئيس. اوكي اذا هيك يعني انا بفهم منك الرئيس بري مستعد للتخلي عن سليمان فرنجي الرئيس بمجرد ما يدعي انه تعوا لنتناقش ونشوف. عم تقول لي تفصيل اسم الرئيس؟ مش انا عم بقول، عم بقول لك الرئيس بري قال، يمكن معك يمكن مع اكثر من صحافي. الفكره اللي عم بيقولها الرئيس بري انه انت ما فيك تيجي تقول لي انه انا بدي حوار بدون شروط، بعد شوي تقول لي بس بشرط تتخلى عن مرشحك. بس هو عم بيقول مستعد للتخلي؟ لا لهلا شو مستعد للتخلي يعني؟ خليني اكمل لك. هو عم بيقول انا عندي موقعي بالدوله كرئيس مجلس نواب، نعم، المؤسسه المكتمله الصلاحيات، نعم، الوحيده اليوم، بعمل حوار على هذا الاساس مثل ما صار اكثر من حوار بالفترات السابقه ومنا سابقه مثل ما هن عم بيقولوا. ولكن كرئيس لحركة أمل، كرئيس لكتلة نيابية، أنا عندي حق أن أتبنى مرشح وأن أدعم مرشح. أنت عم بقول تعال على الطاولة إيه ومنحط كل الأسماء للنقاش. أنا متمسك بمرشحي. لا بتسمعيني هلا لأنه هذا مهم. أنا متمسك بمرشحي. إيه إيه لا عم بقول تعال على الطاولة. أنا عندي متمسك بهذا المرشح وفق هذه المواصفات وفق هذه المعطيات بناء على رؤيتي ونظرتي للبنان ودوري في المنطقة. اللي أنت من هو مرشحك وبناء على شو؟ او بتقنعني او بقنعك، واذا لا اقنعتني ولا اقنعتك خليك معي المهم هيدي، واذا لا اقنعتني ولا اقنعتك طيب. بروح انا وياك على المجلس وانا بتعهد نحن مع انه حق دستوري الانسحاب من الجلسه ولا لا؟ في شارك بس بده النائب وفي ما يشارك، في يحضر دوره وفي ما يحضر ولا دوره، في يحضر اثنين او ثلاثه حق. بس هيدي مسؤوليه يعني اوكي هذا اللي حقه وما حقه. في مسؤوليه اذا بظرف بدنا نروح ننسحب من جلسه المسؤوليه يعني الوطنيه مشكلة. المسؤوليه الوطنيه من وجهه نظر الثنائي وحلفائهم ان لا نذهب الى انتخاب رئيس جمهوريه انقسامي في هذه اللحظه او رئيس تحدي مثل ما بده الفريق الاخر. لا بالعكس برأيكم. على الاقل خطابه وطني توجهاته وطنيه. بالنسبه للثنائي بالنسبه للمعارضه لا حدا من القوات بيطلع بيقولوا مع احترامنا له ولشخصه، نحن مشكلتنا معه بيدعوا هن مشكلتهم شخصيه بيدعوا انه هو بالفريق المقاوم. بس حدا بيجي بيقول حدا بيجي بيقول انه سليمان فرنجي خطابه مش وطني مش جامع؟ ما كلهم عم بيطالبوا بالفيدرالية بالتقسيم بشكل مباشر او غير مباشر الا سليمان فرنجي. وجهه نظر اخرى مش انه اكيد في خطاب جامع. سالتي سؤال اساسي بس بيخافوا ان ينفذ كل ما يريده بالاخر حزب الله، هيدا اللي يتخوف منه فريق المعارضه. بس انا مش هون سؤالي، سؤالي لك يقال ان الرئيس بري يقول في الكواليس حتى لبعض دبلوماسيين انه انا ليش بدي اتخلى هلا عن ورقه رئيس تيار المردة، انا فيني اتخلى بعدين لحتى اشوف كيف بتروح منحى الحرب بالاخر او اخذ شروط بمقابل. يعني هي ورقه قويه لن اتخلى عنها في هذه اللحظه ولكن منفتح على خيار ثالث. هودي ما بيعملوا المبتدئ بالسياسه، فكيف اذا رب يعني السياسي بلبنان يعني الرئيس بري ما منفتح على خيار ثالث؟ لك يا عيني هلا اذا واحد عنده ورقه لحظه لك انا عم جاوب. انا عم تفضلي في على السيناريو عم تفضلي فيه. اذا واحد عنده ورقه عم يلعبها بالسياسه مثل عم تقولي، مع انه لا الرئيس بري بيفكر هيك ولا سليمان فرنجيه بهذا المقام. ليش الرئاسه مش ورقه يا استاذ؟ لا مش ورقه تلعب في السياسي. في حدا غير عم بيلعب. قال لي لما بعدك انت عم تلومي الثنائي انه متمسك بمرشح بيكون عم بيلعب هذه الورقه ولا عنده قناعه بهذا المرشح؟ متمسك حتى اللحظة. لو بده يعمل الثنائي، لو بده يعمل ديل الثنائي مع الامريكيين والسعوديين كان عمل على حساب سليمان فرنجي او لا؟ كيف تكون ورقه؟ كان اخذ كان اخذ مكاسب او لا؟ ليش طرحوا عليه انه ليش طرح على الرئيس بري وعلى حزب الله طبعا انه بنعطيكم سليمان فرنجي للرئاسه بنقبل فيه؟ عم بحكي المملكه العربيه السعوديه لو بدهم يفاوضوا عليه وهن رفضوا. يعني عم بقول لو بده يفاوضوا عليه، لو هن مش مقتنعين بهذا الترشح كيف بده يفاوضوا اذا الخارج مش قبلان؟ شو بده اذا الخارج مش قبلان برئيس تيار المردة؟ ركزي يا جوال، عم بقول اذا هي ورقه. انا عم بقول لك مش هتفهم علي، اذا الثنائي معتبر ترشيح فرنجيه ورقه كان فاوض عليها بمعنى تخلى عنها واخذ مقابلها مكاسب. بس من سنتين من سنه ونص رح يصيروا سنتين لليوم بشو بده يفاوض عليها قصدك بجبهه الجنوب؟ دوك قبل الجبهه طيب مش كانوا عم بيجي مش كانوا عم بيجي الخماسيه يطرحوا او التغيير شو اسمه هذا المعارضه بسمحوا له معارضه، مش كانوا عم بيطرحوا انه تخلوا عن فرنجيه بنبحث طيب لما بيقولوا لنا الثنائي تخلى عن فرنجيه بديش يكون بديش يعطوهم مقابل؟
مش بالمنطقة يعطوه المقابل قبل الحرب نسيل الحرب يعطي المعارض ويعطي الثنائي لكن أمريكا والسعودية أمريكا والسعودية ليش هن لحظة بس هن منفتحين على خيار أنا هيدا سؤالي ما بيقولوا في فيتو على سليمان فرنجي بدهم يجوا ليش قبلانين لا قبلانين بالمعارضة أنه يكون في حدا خارجي حد من السياديين ليش بده يقولوا حدا حاطط فيتو على حدا من برا انت مش عارف انه بالاخر ملف رئاسي انا عارف بس ما يكسبوا على لبنان انا عارف بس هن ما يكون ما يعملوا انا عارف وانا بعرف انه الرئاسه هي هذا التشابك مش بس داخلي اقليمي دولي صح داخلي اقليمي انا بعرف هيك انا لا بكذب على حالي ولا بكذب على اللي بيسمعوني هن ما يكذبوا على جمهورهم هن ما يقولوا سياديين وهن بيعرفوا انه اذا اليوم الخارج رفع الفيتو اللي عم تحكي عنه عن سليمان بيك فرنجيه في فيتو؟ بكره بينزلوا بينتخبوه في فيتو يمكن هيك شو بعرف انت عم تقول انا عم بسألك. انا ما بعرف انت عم تقول انا سالتك قلت لك اذا كان في فيتو كيف الدنيا على الاقل على الاقل الرافضين لسليمان فرنجيه الى اليوم مغطيين بموقف خارجي متى سيتخلى الثنائي عن رئيس تيار المردة لن يتخلى عنه الا اذا كان في حوار وكان في اقناع ومنطق يقول وسليمان فرنجيه نفسه يقول تعوا من هو المرشح الاخر اللي بلكن يين انسحب كرماله ووفق اي برنامج وانا ما عندي عقدة ان لا انسحب من قلب على حاكم مصر في لبنان ينسحب السابق ولن برجع بقول لك لن يتخلى الثنائي عن سليمان فرنجي ما دام سليمان فرنجي مرشحا ما يتعبوا حالهم استاذ حسن هي ما يتعبوا حالهم هي بالاخر مش هيك بتصير اكيد انه مش رح يتخلوا معروف حزب الله لا يتخلى بتاريخه والرئيس بري لا يتخلى في وفاء الرئيس بري ما بيتخلى وبعرف قديش هو حليف لسليمان لما الكل تخلى عن فرنجي ب 2016 الوحيد الذي لم يتخلى عنه بس بالاخر بتطلع تخريجي على قاعده بيطلع سليمان فرنجي بيقول انا انسحب لمصلحه لبنان وما زال هالتسويه هيك بدك اذا اقنع اذا برجع بقول هذا الكلام سنين. بالمباشر مع سليمان فرنجي من اكثر من سنه وقبل الحرب سئل انه تنسحب عندك مشكله تنسحب قال ايه لا ما عندي مشكل بنسحب بس لمين لمين ولا اي مشروع وقال اذا حدا يعبي الكرسي تمام اذا ما في هذه لا حدا بيفرض عليه ولا حدا يعني عم تلمحي انه بيقولوا له الثنائي انسحب لا هني بيتعاطوا معه هيك ولا هو اصلا اهل ان يتعاطى معه بهالطريقه فيطمنوا بينهم ويريحوا بينهم لا حل يا جوال الا بالحوار او التشاور اللي بدك تسميه سميه وان يكون وفق الاليه التي طرحها الرئيس نبيه بري من قلب على حاكم مصرف لبنان يقال كثير يقال وانا عم لا اتبنى ولكن انقل انه رئيس مجلس النواب وسيم منصوري رئيس مئاتي في تطمينات انعطت لسلامه لحتى راح وتم توقيفه كان على اساس فنجان قهوه ما بدي ادخل بالقصص القضائيه اللي عم بتصير بس من قلب اليوم على حاكم مصرف لبنان المقربون من رياض سلامه بيقولوا انه هو قرر يروح لحاله على الجلسه وهن تفاجئوا ومعتبر هو انه مساله طبيعيه ومجرد ابداء هذا مقرب هودي قرايبه عم يحكوا هيك قصه انقلب ومن قلب بالنسبه للرئيس نبيه بري لم يكن على علم بهذا الموضوع اذا في مكان الاو تي في مثلا وتيار الوطن الحر دائما بتقولوا انه شو اسمه رياض سلامه مغطي المنظومه ومحاسب المنظومه والى اخره اليوم اصبح في القفص مش هيك وقع يعني اللي بيوقع ما عادش عنده حسابات اذا في حدا هو لازم يعني له ملفات قادر انه يكشفها خليه يكشفها وخلي كل متورط من مكانه يقول لك في خوف اذا بده يكشفها في خوف على حياته كما كتار بيقول دائما بنلاقي هذه دائما يقال خزنه سوداء فيها الملايين انا على على الاو تي في يطلع يكشف كل الاوراق وكل متورط كائنا من كان خلي يروح على الحبس او يدان امام الراي العام خلص وقته مع الاسف ما قدرنا نحكي على موضوع قانون الانتخاب ولكن بيكون معك حلقات خلص ما بقى فيني كما اقاطعك صراحة ومضطرة ومددنا كمان 5 دقائق بيكون لنا حلقة أكيد أخرى شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة إلى اللقاء